أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، وبآخر حلقاتنا عن التدخين. اليوم رح نختم الموضوع بمناسبة كمان أنه يوم أمس 31/5 من كل عام هو اليوم العالمي لمكافحة التدخين، والسنة ب 2015 رفعوا شعار الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يجب أن يحارب، لأنه في لقوا دراسة بتقول أنه من بين كل 10 سجاير في سيجارة تقدم بطريقة غير مشروعة اللي هي بالتهريب. يعني لو وقفنا التهريب وعملية الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، هذا ممكن يقلل من عدد المدخنين أو من نسبة المدخنين. اليوم حنتناول، وإحنا زي ما قلت في بداية البرنامج، من بداية العام من شهر 1 لليوم، وإحنا منتناول بكل يوم 2 زاوية من زوايا التدخين وأضرار التدخين. اليوم حنتحدث مع الدكتور خلدون الشريف، اختصاصي أمراض الأطفال الأنابيب وأمراض العقم والخصوبة، وأيضا هو عضو في الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين. حنتحدث مع الدكتور خلدون عن علاقة التدخين بالخصوبة وأيضا أضرار التدخين على المرأة الحامل. أهلا وسهلا فيك دكتور. فيك أهلا. واشتقنا لك كثير، وبفترة من الفترات يعني كنت واحد من الفريق. مزبوط. كنت تقدم فقرة ثابتة كل يوم أحد ببرنامج حياتي أحلى. أهلا وسهلا فيك. ونتحدث بداية دكتور عن، يعني امبارح كان اليوم العالمي للتدخين، كل العالم كثف البرامج التلفزيونية وبرامج التوعية لرفع الوعي أكثر بأضرار التدخين، ومع هيك للأسف في الدول العربية وفي الأردن التدخين في ازدياد. فإحنا تناولنا التدخين بجوانب عديدة وعلاقته بأمراض الشرايين والقلب، لكن حبينا اليوم نسلط الضوء أكثر على موضوع التدخين وعلاقته بالخصوبة وأيضا أضراره على المرأة الحامل والجنين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لسه بعتبر حالي واحد من الفريق، يعني لأنه تاريخي مع التلفزيون الأردني طويل كان في الماضي، فبشكرك على هالتقديم. التدخين إشي سيء جدا طبعا، والناس لما بدخنوا بيحكوا أنا بنبسط من التدخين، وإحنا ما بننكرنا أكيد في ناحية متعة للناس مشان هيك ما بيسووه، ولكن لما بيقارنوا الموضوع بالموازنة بيشوفوا أنه أضراره أكثر كتير كتير من المتعة اللي بتجيله منه. فالناس بتحكي يعني أنا تأثيره علي، أنا حر بحالي ولكن ما بضر حدا تاني، ولكن هذا إشي خطأ، لأنه هو بضر عائلته، ومثل ما حنحكي الست الحامل بتضر برضو جنينها على المدى الطويل بطريقة هي يمكن لو تتصورها هلأ مش هتدخن أبدا. يعني لو منبلش نحكي على موضوع الخصوبة، طبعا الخصوبة إشي مهم كتير للأزواج والزوجات، وبيربطوها بالأنوثة وبالذكورة وبشغلات كتير، ولها تأثير جسماني ونفسي. الدراسات أثبتت بشكل غير قابل للشك أبدا إنه الخصوبة بتتأثر بطريقة كبيرة عند الرجال وعند السيدة إذا بيصير تدخين. فمثلا الرجال اللي بيدخنوا احتمال يصير عندهم مشاكل مع عقم الرجال تتضاعف، احتمال انه عدد الحيوانات المنوية يقل كتير، تقريبا 20% عدد الحيوانات المنوية اقل عند الرجال اللي بيدخنوا، وحركتهم وقدرتهم على الاخصاب، فبتتأثر بطريقة كبيرة. وبعدين المشكلة الأخرى انه الامتناع عن التدخين مش قرار بناخده بلحظة وبكرة الموضوع بيتحسن، بياخد فترة طويلة على أقل سنة أو سنتين لما يتحسن، هذا إذا تحسن. فإحنا بننصح الناس إنهم يمتنعوا عن التدخين أو يقللوا التدخين من الأول، ما يستنوا لغاية ما بدهم يتزوجوا وبعدين يقول لك ببطل تدخين. الموضوع مش بالسهولة، يا ريت الموضوع بينعكس بالطريقة السهلة هاي، مش هيك أبدا. أو اللي بيكون في مثلا حالة تنظيم للأسرة، أو إذا كانوا الأزواج لسه صغار بالعمر بدهم يأجلوا عملية الإنجاب، بيكون برضو الشخص مدخن أو الإمرأة وبتفكر انه الوقت اللي بيقرروا فيه الانجاب انه بيكون زي ما قلت بيوم وليله مثلا، هي بدها خصوصا للمدخنين زي ما عم تحكي دكتور، وهالقد يعني في خطوره وبقلل نسبه الخصوبه 20%، هذا يعني نسبه كبيره، رقم كبير يعني. طبعا والسيدات، السيدات برضو الموضوع اكثر من هيك، يعني غير انه بقلل الخصوبه، يعني مثلا اولا بيؤدي الى اختفاء البويضات من المبيض. احنا بنعرف انه السيد بيكون عندها عدد كبير الحمد لله من البويضات في المبيض في اول عمرها، وبتقل بتقل بتقل لغايه ما توصل لسن ال50 تقريبا، وهي سن الامل اللي بنسويها او سن انقطاع الدوره، وبيختفي الموضوع. سرعه اختفاء البويضات بيزيد كثير عند السيد المدخنه، فهي يعني معدلا بتوصل لسن انقطاع الدوره تقريبا 3-4 سنوات قبل الست اللي ما بتدخنش،
فهي عم تقرب حالها لسن انقطاع الدورة. ثاني شيء نوعية البويضات والمواد الجينية الموجودة فيها، وهذا قدرتها على إحداث حمل طبيعي بإذن الله بيقل كثير عند السيدة المدخنة، ففي لها تأثير سيء جدا جدا على موضوع التدخين. حتى لو احتاجت علاج مثلا، نحكي على أطفال الأنابيب مثلا، لما قارنوا السيدات اللي بدخنوا مع السيدات اللي ما بدخنوش، لو أنه نسبة نجاح أطفال الأنابيب وأي علاج ده تأخر الحمل بيقل كتير مع التدخين، بيقل لدرجة كأنه الست أكبر بعشر سنين. تخيل الست المدخنة اللي عمرها 20 سنة جسمها بتصرف كأنها 30. عمرها 30 سنة. مين 30 كأنها 40 بالضبط يعني. مين اللي حابب يكبر 10 سنين من غير أي شيء؟ اكيد كلنا بدنا نصغر مش نكبر. فهذا الموضوع اكيد لما تعرف السيدات هيحاولوا يمتنعوا عن التدخين. ومشكله التدخين اكيد يمكن ذكرته في برامجكم السابقه انه في بلادنا مش بس عم بزيد عند الرجال، عم بزيد عند السيدات بطريقه كبيره، والسيده الوضع فيها أسوأ لانها مش بتاثر على حالها، لو حملت مثل ما حنحكي لها تاثير سيء جدا على الجنين بالضبط. هلا انا كنت حابه بس قبل ما نحكي عن علاقه التدخين بالتشوهات الجنينيه وعمليه الاجهاض، كمان دكتور الارجيله يعني كمان في ستات بتقول لك ما هو انا ما بدخن بس يعني وبأرجل كل وين وين، يعني مرة بالأسبوع أو لما بكون مع صحباتي. طيب كمان الأرجيلة قد ايه تأثيرها على الخصوبة وعند السيدات بالتحديد؟ خلينا نحكيها بوضوح كامل، الأرجيلة أسوأ بكتير من السجائر حتى لو كانت عددها أقل. ما هي عددها لأنه الراس الوحدة تعادل ما بعرف كم حبة 20 لـ40 يعني الرقم لو ناخده على احسن وجه بيكون أسوأ شيء برضه. لا الارجيله يعني انا بعتقد الناس اللي بيحكوا هيك عم بيضحكوا على حالهم، وهم عارفين انه عم بيضحكوا على حالهم، واحنا كبشر في بعض الاحيان بنضحك على حالنا عشان نمشي الدنيا، ولكن هم عم بيضحكوا على حالهم. يعني انا ما بعتقد اني احتجت في عيادتي اقنع اي حدا انه التدخين سيء، الناس كلها عارفه انه التدخين سيء. هي القدره على الامتناع عن التدخين او القدره على تركه هاي بدها مساعده من الاطباء، بدها ياخذوا ادويه معينه في بعض الاحيان، والموضوع مش سهل، ولكن ما اعتقد انه ضل حدا في الدنيا متعلم او غير متعلم بيقدر يعرف انه التدخين مش سيء. يمكن احنا بنشتغل كمان دكتور على الفئه الغير مدخنه، يعني بنوعيهم باضرار التدخين حتى ما يدخنوا، لان اوريدي زي ما قلت اللي بدخنوا عارفين اضرار التدخين وهذا قرار برجع لهم. لكن احنا بهمنا كمان الفئات الغير مدخنه والتدخين السلبي كمان وتاثيره على بالضبط السيدات والرجال. التدخين السلبي هذا سيء جدا لانه اولا ما بيستفيدوا شيء من السيجاره وبينضروا منه. يعني احنا بنعرف سيد الحامل بتقول لك انا وجوزي بندخن ولكن لما اصير حامل حبطل ادخن. طب ما انت حتكوني قاعده مع زوجك وهو بدخن في نفس الوقت. يعني انا بيعجبني في اوروبا وامريكا في عندهم عادات كويسه كثير لو ناخذها، انه اللي مدخن ما بخليش حدا يدخن في بيته، ولما بيجي حدا يزوره بيقول له لو سمحت تدخن برا، انا جو بيت ليه غير قابل يعني مش للمدخنين. احنا لو بتصير عندنا الناس بتذبح بعض يمكن لو بتصير شيء كثير غير مضياف. احنا عندنا هذا السيستم بالبيت. ممتاز ممتاز، ريت كلنا نتعلم منك في الموضوع هذا، لانه الموضوع هي مش ضيافه، انا ما بضيفك بالزبط. عندي واضر لك صحتك وتيجي تضري صحتي، يعني شو الضيافه فيها؟ هاي بالعكس شيء سيء وشيء غير اجتماعي. فالتدخين السلبي هو اي نعم احسن من التدخين الايجابي، هو في شيء ايجابي في التدخين ولكن الناس فاهمه شو اصلا فيه بدخن بنفسه، ولكن لسه في اضرار. والسيده الحامل لما تكون موجوده في جو فيه تدخين وبعدين بتستغرب بتروحي مثلا مقهى في مثلا الناس بدخنوا ارجيله وبتلاقي سيدات حوامل قاعدين والدخان حواليهم، بسم الله ما شاء الله، يعني كانوا جابوا ارجيله اريح لهم خلص يعني استنشقوا كله. صحيح يعني قد ايه الدكتور طيب هذا بضر بصحه المراه الحامل؟ وهل صحيح في علاقه بين تشوهات الجنين مع استنشاق الدخان او الاجهاض مثلا؟ لسوء الحظ معروف انه في علاقه بين كل المشاكل اللي بتصير في الحمل والتدخين، وبالاضافه لذلك انه بس مش مشاكل الحمل، صحه الجنين لما يكبر ويصير طفل ويصير بالغ بعد هيك. يعني معروف اولا انه الاجهاض بيزيد مع السيد المدخنه، مشاكل التشوهات بتزيد مع السيد المدخنه، ولكن معظم الناس ما بصيرش عندهم هالشيء. شو اللي بصير؟ انه الست لما بتدخن هذا بياثر على الغدد الصماء الموجوده في الجنين وبالذات الجنين الذكر الموجود في بطنها، ولما بيكبر معروف الرجل اللي امه كانت مدخنه وهو بيبي في بطنها احتمال يجي له عقم بيكون اكثر بكثير من الست اللي امه ما كانت مدخنه. فاولا الست لما تدخن هي بتزيد احتمال انه طفلها الذكر يجي له عقم في المستقبل. فما بظن في اي ام في الدنيا لما تعرف هالحكي حتكون متشجعه اكثر على التدخين.
بعدين سيدات المدخنات الطفل في بطنهم بيكون حجمه اصغر معروف، لانه التدخين في ثاني اكسيد الكربون بياخذ الاكسجين من الدم فبيكون الحجم اصغر. هلا لما الطفل يولد حجمه اصغر وعنده ضعف النمو، احتمال يجيله سكري في المستقبل، احتمال يجيله ضغط، احتمال يجيله امراض القلب بتزيد كثير، لانه جسمه بيكون ما انبنى بالطريقه الصحيحه وهو في بطن امه. فالام لما بتدخن وهي حامل مش بس بتاثر على صحتها او صحه الجنين وهو موجود في بطنها، ولكن سبحان الله له اثار سيئه كثير كثير على مدى العمر، وما اظن في حدا بيحب الطفل اكثر من امه. ما انا مستغربة دكتور، يعني هاي جريمة انه وحدة كأنها بتخنق ابنها، مش من حقها انه تدخن، والمفروض يكون في قانون بعاقب كمان هو على هذا الجرم. هي يعني اذا احنا بنحسب الجريمة باضرارها على المجتمع، فالتدخين كله جريمة لانه له اضرار سيئة، ولكن هي من موضوع الحريات الشخصية الناس بينظروا لها. يمكن يعني انتم اللي بتسووه اللي بيسووه غيركم، انه التوعية هي احسن طريقة. يمكن لو اجبرنا الناس على شيء يسووه من وراء ظهرنا، ولكن لو حاولنا نفهمهم مصلحتهم هم صحيح. هلا هو في قانون دكتور بمنع التدخين في الأماكن العامة، لكن أنا قصدي أنه يكون في قانون كمان بمنع الأم الحامل، لأنه وين الأمومة وين التضحية؟ وين يعني لما بتقول أنه ما فيش أكسجين بدخل للجنين، ما بياخد الأكسجين الكافي، لما بتقول أنه احتمالية الجنين الذكر أنه يطلع عقيم، يعني والأم ممكن تكون بتعرف وتعي هذا الموضوع بس مش قادرة انه تضحي بالسيجاره فبتضحي بالجنين، يعني هيك بدها تكون. يعني انا ما بدعي اني انا كطبيب بحب الطفل اكثر من امه، اكيد هي بتحبه اكثر مني، يمكن انا عندي معلومات اكثر من هيك. بس يمكن بتحب السيجاره اكثر للاسف. يعني انا بحب اعطي الناس حسن الظن انه هي اولا ما بتكون عارفه الفكره هاي، فاحنا هدفنا كاعلاميين وكاطباء انه نوصل لها الفكره. ثاني شيء خلينا يعني نعترف انه ترك السجاير مش بالسهوله هاي، لانه الموضوع هو ادمان كيماوي. مادة النيكوتين تفوت في الجسم والجسم بيتعود عليها، والبني آدم بيكون صعب جدا جدا. وإحنا بنشوف المدخنين في رمضان متدينين وعارفين ربهم سبحانه وتعالى وكويسين، ولكن بيلاقوا صعوبة جدا جدا وبيكون أعصابهم تعبانة طوال فترة الصيام أكثر من الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب حاجة بدنية ولكن الثاني إدمان. ففي طرق طبية للمساعدة، يعني لا يكفي أنه إحنا نحكي للناس اتركوا التدخين وندير ظهرنا ونمشي، هم عارفين أن التدخين سيء ولكن هم مش قادرين على حالهم، إحنا لازم نساعدهم يقدروا على حالهم. هي بالمساعدة هاي نقف معهم يعني يدا بيد بنساعدهم. صحيح، وزي ما قلت دكتور انه مش يعني فترة الحمل بس هي تتوقف، لازم تهيئ حالها. مزبوط. والرحم كمان يكون مهيئ ونظيف، والرئتين والامور هاي يعني أكيد. طبيا يعني تكون مجهزة انه تستقبل الجنين في بيئة يعني صحية. إذا إحنا على مستوى غرفة لما بنشم السيجارة بننخنق، فما بالك الطفل جوا رحم أمه وهي مدخنة يعني. وذكرت رمضان، إحنا مقبلين على رمضان فرصة، وعدد ساعات للصيام تقريبا 16 ساعة. مزبوط. فهي فرصة للي بدهم أو بيفكروا إنهم يقلعوا عن التدخين إنه يبدأوا من الآن. مزبوط. ويستغلوا هذا الشهر بالإقلاع عن هاي العادة السلبية السيئة. أنا بدي أشكرك دكتور خلدون الشريف لوجودك معنا، اختصاصي أطفال أنابيب وخصوبة وأمراض العقم، وأيضا عضو في الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين. أهلا وسهلا فيك. أهلا. شكرا.